بأرزلة بتبعد عن بيروت 100 كيلومتر، وبتبعد عن طرابلس اللي هي مركز محافظة الشمال 25 كيلومتر، وبتبعد عن حلبة اللي هي مركز القضاء وهلا صارت حاليا مركز محافظة عكارم بعد ما عملوها، حوالي شي 8 أو 9 كيلومتر حسب الطريق اللي بنروح لها، لأنه صار في طريق جديد على النهر هلا. بترتفع ارتفاع 260 متر عن سطح البحر، هذا المعدل الوسطي الارتفاع. مناخها تنتمي بأرزلة لمناخ البحر المتوسط، يعني شتاء ممطر وبارد، وخريف وربيع تقريبا معتدل مع شوية مع ميل إلى البرودة، خاصة بالخريف لأنه نحن عندنا الهواء الشمالي اللي بيجي من صوب تركيا وكذا، هو هواء إجمالا هواء بارد، بيحمل صقيع أحيانا خاصة بالشتاء. بالصيف طقسه حار حار لأنه في رطوبة بأرزله، اللي بيلطفه شوي هو الخضار، لأنه بأرزله تمتاز بمساحات الخضراء. المساحات الكبرى عندنا بأرزله الزيتون اللي هو أكبر موسم وأكثر مساحة زراعية بعكار فيها زيتون. واللي بيلطف الجو أكثر هو قربة من نهر عرقة. نهر عرقة اللي هو بيمرق بشكل الحدود الفاصلي بين بأرزلة وبين الضيعة، اللي التاني مال اللي هن القنطرة وكرم عصفور ومنيارة. هالنهر هذا بيفصل منطقة الأيطيع، كون عكار بتتألف من 3 مناطق جغرافية، تقسيم طبيعي، وهالطبيعة هذه اللي بتقسمها هي الأودية أو مجاري الأنهر. بأرزلة ضيعة عريقة جدا وقديمة تاريخيا، يعني التسمية بأرزلة معروفة، وبأرزلة من جزر إرامي بيت قرزل، يعني كبكوبة الحرير أو القطن أو الصوف. أهمية المشاركة بالعرس كانت استمرار للفرح بالضيعة والإلفة، وهيدا كان يؤدي إلى تجدد دايم بالتعاطي والكلام من خلال الرديات اللي كانوا يقولوها بكل مناسبة ومن وحي كل مناسبة. قول إيه يا عرس قومي لنطير فيكي، إيه وعلى لينا أحلامنا على ليكي، إيه ونيك حمايتك حبية وعزية، ايه اجعلي يا مطرح ما امتك تربيكي. يلا هلا عدور العريس. ايه هاي عريس بتسوى 100 كرة مال، ايه هو بتسوى من الذهب تا يتعب الكية، ايه هو بتسوى ديرة حلب وطرابلس والشام، ايه ده للعريس اللي ايه هو بتسوى بلاد بأرز لقد ما فيها مال. ولي لي 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 كانوا يجتمعوا على إيقاعات الدربكة والطبل والمزمار. بأرزلة مشهورة بالأصوات الجميلة من رجال ونساء، وهالشي كان سبب طبيعتها الجغرافية والأودية والمجال الواسع بالطبيعة الخضراء ومياها العذبة. الرقص بالضيعة على الآلات الإيقاعية مثل الطبل والدربكة، على آلة النفخ مثل المجوز، كانت تخلق نوع من ارتباط وإلفة، وبحكم الحياة اللي كانوا يعيشوها كانت تعبر هيدي الرقصات عن قوة، عن تعاضد، مثل مسك الأيدي
والكتف على الكتف، وكان فيها كمان مباراة وإبراز لجمال الرقص والرجولة والإيادة، خصوصاً عند الشخص اللي كان يمسك بالأول على الدبكة. أنواع الدبكة المعروفة ببقرزلة واللي بقي لليوم هي دبكة الربزي ودبكة العرب المعروفة بالمحردوية. بالي بس مرة مرجعوا وبتشوفوا حالتي عغيابكن وبترجعوا، وكأنو الهوى مرسال لبعت لكن معه عكل صباح وعكل مساء. بوقت الحصيدة خاصة بحزيران كانت النسوان تشارك بشكل فعال بالحصاد. كان هدير الحصادات وحفيف القمح المعبى بالكياس، هيدي الزراعة كان يصر عليها المزارعون بعكار والمسابرة فيها، ولكن للأسف هيدي المواد فقدت بعدم استيراد وتصدير وإعادة المردود إلى المزارعين. كان قسم كبير من الأراضي تنزرع هي القمح. النسوان بهيدا الوقت كانوا يشاركوا رجالهم بالحصاد، ولكن كان عندهم طفالة ياخدوهم معهم على الحقل، كانوا ينصبولن مرجوحة بغصن الزيتون أو الخروبة أو شجرة قريبة من مكان الحصاد، كانوا يناموا ولادهم على التهويدة اللي كانوا يغنولن إياها: يلا تنام يلا تنام يلا تنام يلا تنام، لا ذبح لك طير الحمام، روح يا حمام سد سد ما نكذب عطنه لينام، هيلينا وهيلينا ودستك لك نكعيرينا، وتنغسل تياب طنه وننشرن على ياسمينا. وقت اللي بدد يعملوا قمحية بالعيد قديم كانوا يعملوا قمحية. شو القمحية؟ لبن وبيجيبوا قمح بيدقوه بالجرد تيقشر الحب عنه، ويرجعوا يطبقوه يسووه للقمح ويجيبوا اللبن يحطوه فوق منه ويحركوه، هي بيقولوا له قمحية. في ناس بيقولوا له متبلة. عدد كبير من أراضي بأرزلة بغطيها شجر الزيتون. تتميز هيدي المنطقة بمحافظة أبنائها على تراث أجدادهم مثل قطف الزيتون وعصره. كيفية عصر الزيتون هي بعد فصل حبات الزيتون عن وراقة بيتم طحنها بواسطة الحجر، بتتعبى المواد بأكياس دائرية وبتوضع فوق بعض البعض، وبينضغط بالمكبس لفصل الزيت عن بقايا الزيتون المطحون. من بعدها منحط السوائل بأوعية كبيرة لفترة قصيرة ومنخلطه بالمي ويصفى بآلات خاصة. أما الجفت الناتج عن العصر فيعد صديق للبيئة ويستعمل للتدفئة بفصل الشتاء. عصر الزيتون بالطريقة الحديثة بيفرق بالسرعة وبكمية الإنتاج، أما على الطريقة القديمة بيتطلب يد عاملة وبيعصر على البارد، وهيدي الطريقة الباردة بيساهم بالحفاظ على كافة الفيتامينات والفوائد الصحية. الزيتون اللي عرفوا الأقدمون رمز للمحبة والسلام رح يبقى دايماً حاضر على الموايد، خصوصاً الموايد اللبنانية. عيد مارت مورا بقى كانوا قبل بشي 10 أيام يجتمعوا الشباب، خاصة هالشباب الفروخة وكذا، يروحوا يدبكوا ويجيبوا الطبل والزبر، يجيبوا اللي بيسموهن الرياس يعني النوار، ويدبكوا ويصير في أغاني وفي احتفالات دينية، يعني ما كتير تبعد عن الجو الديني، ولكن الاحتفال الكبير يصير قبل بيوم باحتفالات عيد مارت مورا. كيف الناس بيجوا
وبيدركوا وبيركبوا على الأحصنة وبيصيروا يعملوا نوع من سبق الخيل. كمان كان يصير في، بس ما كان يصير في كتير احتفالات، يعني كان يصير يقدسوا ويعملوا من بالسهرة يعملوا هريسة. بتعرفي الهريسة بعد من اليوم في محلات بيعملوها، بس ما يكون فيها الاحتفالات الكبيرة، يروحوا يصلوا من عشية ويصلوا تاني نهار يقدسوا. بالقديسة ميلانية، وبيعنا باللغة الشعبية بسموها اليونانية، يعني هي أصلا من اليونان، هي أصلا لأنه يونانية وما كانوا كتير يعني اسم ميلانيك، أي كانوا يقولوا اليونانية يعني اليونانية. وعندنا عيد تاني كمان غير عيد العيد الكبير المهم جدا العيد الديني، هو عيد مرت مورا. بس قبل ما نحكي عن عيد مرت مورا، كمان في عندنا كمان مناسبة دينية بالضيعة بتحتفل فيها بأرز للي هن عيد مار سركيس وباخوس، وفي كنيسة لمار سركيس. يعني مثل ما في كنيسة صغيرة للقديسة ميلانية اليونانية، صديتي ما بدي فيكي بأفكاري بناجيكي، قلبي متولع فيكي وروحي مني محروم. على دلعونا وعلى دلعونا ورايح ومروح عمرج عيونا، على دلعونا ويا دلعناتي وقلبي شو مولع بين البناتي. الله. ما بخدل حلوي تتبش دياتي وتكتب ع اسمها كرم الزيتونة. روحي بحالك وتركينا وحالنا، روحي بحالك وتركينا حالينا. بنت 14 حديكي بريكي توبي مخزوق وقيت بركي، يا ريت أبري وجنب أبركي وينهد حيط اللي فاشل بيني هي. يا عمي يا جانا ويا مي جعيني مي تجعلي وحياة عيجت أنا ولا تسعالي حياتي عيني جيت. كان هناك صناعات حرفية عديدة بالضيعة ببأرزلة. كان عنا صناعة الأحذية ومشهورين فيها بيت الزين. كان عنا شخص تاني اسمه بيدرو يقوم بصناعة الجلال ليوضع على ظهر الحمار أو الحصان. صناعة كراسي القش مشهور فيها الياس عبايد وخليل فرح. وصناعة الصوانة كانت من الحرف اليدوية وكانت تصنع من سنابل القمح قش ملون. كانوا يصنعوا كمان وسائل الزراعية تقليدية اللي كانت تستعمل بالضيعة للفلاحة. كانت كل الأدوات المتعلقة بحراسة الأرض واللي كانت تستعمل لفلاحة الأرض وزراعتها،
كان مشهور فيها أبو بولس، كان يصنع الصمد والنير، ولكن للأسف هيدي الصناعات بطلت موجودة، أشخاصها فارقوا الحياة وما حدا ورث عنهم هيدي الصناعة. صناعة الصوف من قبل النساء والتطريز على الشراشف لا يزال إلى اليوم ولكن بعدد كتير قليل. كان هناك أيضا خياطين، وخصوصا الخياطة النسائية. عبلة موسى مثلا كانت مشهورة بخياطة السروال. جورجيت طنش ما زالت إلى اليوم عم بتحيك الخياطة، تقعد على المكنة عمرها 70 سنة وبتمارس مهنتها بكل فرح وسعادة. أنا جورجيت فهيم عيسى متأرزلة، بس خلقانة بعرية سنة 47-23 نسي. أنا بس كبروا ولادي تعلمت الخياطة من وراء أختي، كنت قديم كانوا يقدموا البروفي بأيار، وبهالوقت أخواتي بالمدرسة وأنا عم بتعلم مع أختي الخياطة، يعني هيك القطة منها لقط ومشيت فيها وكتير عشت فيها وبحبها كتير. وبهالعمر أنا عمري 70 سنة هلأ وبعدني على المكنة، بعدني بطريز، بعد كل شيء بينشغل على المكنة أو بالإيد أنا بعمله، وكتير مبسوطة بمهنتي وبشغلتي وبحبها، لو ما بحبها ما كنت برعت فيها. في عندي عمي بي جوزي كان عنده هيك يحب يعمل مجريات، يسجل كل شيء شو ما صار معه يسجله، بالضيعة شو ما صار كمان يسجله، وكان هو شغلته بيطار يبيطر الأجل كان الحمير، ورجع جوزي تعلمها معه وكانت كتير تعطيهم مصاري، كانت كتير منيحة إلى يعني مردود، وفتح محل وكان وعندنا مطحنة القمح ومطحنة البرغل، كانت كمان كتير حلوة ماشي لحد هلأ عنا إياها المطحنة، بس موقفينا لأنه ما بقى حدا يطحن، الناس كلها صارت عم تجيب خبز خالص. وشو قصة بدي أقول، كل شيء كمان والدفتر هيدا كله مسجل عليه كل شيء، يعني تاريخ عن كل شيء كان يسجل. هوايته كانت هيدا. تاريخنا له أهمية كبيرة لأنه تاريخ شفوي، وكل المؤرخين بيركزوا على هذا التراث الشفوي والمقابلات مع كبار السن، لأنه منشوفهم قراب أكتر من الحقيقة، تقال بطريقة عفوية وبسيطة. هيدا البحث خلق عندي تشجيع كبير لمتابعة هيدا العمل على نطاق واسع، خصوصاً أنه بحث عن تراث تاريخي ريفي بامتياز، وتركيز بشكل خاص على التراث الموسيقي، وخلق عندي أيضاً تركيز على التاريخ الوصفي والتاريخ الشعبي والشفوي، إضافة إلى المقابلات الشخصية العديدة اللي قمت فيها. خلق عندي حماس لمتابعة البحث اللي لاحظته عند عدد كبير من الناس بمقابلاتي معهم، هو إنه وقت اللي يكبر الإنسان لابد من العودة إلى التراث، العودة إلى الجذور، وبعتبر إنه هيدا البحث هو مثالي بجذورنا التاريخية. لمست أيضاً أنه ناس كتار حبت العودة إلى هيدا التراث والتذكير فيه، كان عندهم فرح كتير كبير أنهم عم يتذكروا الأشياء اللي كانوا يعيشوها. هيدا البحث جعلني حن أكتر إلى التراث رغم الانحراف وراء ضوضاء التكنولوجيا الحديثة، فلا بد من أني خلي هيدا الجيل يحب قراءة ومعرفة العودة إلى الجذور. لذا أختم وأقول، أي شعب ليس له تراث ولا يمكنه المحافظة على تراثه يندثر، وكأن حضارته تندثر.